مرحبا بكم إخواني أخواتي أحبائي، احنا هذه آسفي. مرحبا بكم في مدينة آسفي، جيو معايا غادي نشوفوا واحد شوية واحد الجولة اللي هي خفيفة، من خلالها غنتعرفوا على بعض الأماكن، ماشي بزاف، غير بعض الأماكن والمناظر اللي تتميز بها هذه المدينة المغربية العتيقة، اللي هي اصلا تتحمل بداخلها واحد الحقبه تاريخيه قديمه وقديمه جدا، اللي طرقوا لها المؤرخون، بحال كما الدكتور ابراهيم كريديا وبزاف الباحثين.